مساء الخير على كل اهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد، حلقه جديده السادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم ومبروك. ثلاث نقط في غايه الاهميه يمكن يكونوا ما لهمش طعم، لكن السؤال الاهم اللي لابد الحقيقه ان احنا نفكر فيه وبعيدا تماما كل البعد عن ماتش توجو، هي فين المشكله؟ هي فين المشكله؟ ناس كتير جدا بتتكلم على كابتن حسام بدري، وده موضوع نسبي، يعني ممكن ناس تشوف انه يمكن واحد من افضل الاسماء في عالم التدريب، طبعا المدربين المصريين، صاحب مشوار محترم جدا جدير بانه يتولى مسؤوليه المنتخب الفني، وفي ناس ممكن تشوف عكس كده وتشوف انه المنتخب بيقدم معاه عروض باهته، لكن الحقيقه مش هي دي القضيه. اذا كنا بنفكر لقدام واذا كنا بنفكر في المهم، لازم نطرح عدد كبير جدا من الاسئله اللي هنطرحها مع حضراتكم في حلقه النهارده. خليني ارحب بحضراتكم مره ثانيه ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم، والف مبروك طبعا فوز المنتخب المصري على منتخب توجو. يمكن يا احمد من اول ما كنا بنتكلم دايما على منتخب مصر والمباراه، كنت دايما بقول ان نفسي يكون في فوز بطعم حلو، فوز باداء كويس جدا، ولكن فوز مهم جدا، ثلاث نقط مهمه جدا، ولكن اداء طبعا غير مرضي. كنا نتمنى ان نشوف اداء افضل من ده طبعا بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا بنتكلم على لعيبه المنتخب كلها، الاهلي والزمالك وبيراميدز وغيره، اللعيبه في اعلى فورمه ليها. كنا بنتمنى ان احنا نشوف طبعا منتخبنا بيأدي بشكل افضل ويبقى فيه فوز مريح على ارضنا، وخصوصا ان احنا بنتكلم ان منتخب توجو مش الاقوى طبعا في افريقيا. ما بنقولش انه منتخب ضعيف وكامل الاحترام ليه، ولكن طبعا منتخب مصر اكيد اقوى. كنا بنتمنى نشوف اداء افضل من ده، نتمنى نشوف يا احمد انه يبقى في انسجام اكتر بين اللعيبه. انا ما حسيتش ابدا باي انسجام بين اللعيبه في مباراه امبارح، وممكن ناس تقول انه ده علشان ما فيش معسكرات طويله، ولكن ده بيحصل في كل دول العالم انه ما بيبقاش في معسكرات طويله. اللعيبه بقى لها سنه ما لعبتش مع بعض، المنتخب بقى له سنه ما لعبش مع بعض، ولكن ما اعتقدش ان ممكن يكون ده السبب. في فعلا مشكله، ما شفناش هارموني وانسجام بين اللعيبه، وده كان مأثر بشكل كبير. نتمنى طبعا نشوف في مباراه توجو اللي جايه اداء افضل من ده، نتمنى طبعا ان احنا نشوف ما يكونش في اعتماد على مهارات فرديه، لا لازم يكون في اداء جماعي افضل طبعا بشكل كبير، ونشوف مباراه ثانيه يعني تخلينا نحس انه هو ده منتخب مصر اللي احنا عارفينه. طبعا بالنسبه لنا اصابه محمد هاني هي الحاجه السلبيه جدا في المباراه دي، بنتمنى طبعا، احنا متضايقين اكيد ان هو مش هيلحق مباراه توجو اللي جايه كمان يومين، ولكن مباراه النهائي الافريقي بنتمنى له الشفاء العاجل وان هو يلحقها.